زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، انا دايما بحب يعني اسبق اسمه بصفته المحترم، الكابتن الكبير اللي معايا النهارده واحد من الشخصيات المهمه جدا اللي بتعرف تتكلم باحترام سواء في امور فنيه او في اي قضايا من القضايا المطروحه، الكابتن الكبير كابتن رضا السيد رمضان السيد نجم نجوم النادي الاهلي السابقين، مدير فني الحالي لفريق النجوم. يا كابتن رمضان صباح الفل على حضرتك، مشرفني ومنورني. صباح الفل يا كريم، انا بفرح دايما بوجودك معايا. ربنا يخليك يا كريم، الله يخليك. الاول قبل ما نخش في امور كتيره وفي قضايا كتيره تخص الكره المصريه، لازم نطمن على فريق النجوم. حضرتك توليت المهمه مؤخرا، النجوم واحد من الفرق اللي كان موجوده في الدوري واختفى، يعني ابتدي نزل الدرجه الثانيه وبدات الامور تتصعب معاه كمان في الدرجه التانية. يعني يمكن انا لسه كنت بدردش معاك كريم الحقيقه في امكانيات لو بنتكلم على الامكانيات الماديه، في امكانيات على مستوى عالي جدا. يمكن الفتره اللي فاتت هي اهم حاجه انك تعمل تكوين كويس في بدايه الموسم. عملت تكوين كويس في بدايه الموسم، بتكمل الموسم بشكل كويس قوي. اعتقد دي كان فيها شويه حاجات كده بسيطه. احنا بنحاول ان احنا الحقيقه في الفتره اللي جايه دي، احنا عندنا 5 مباريات، احنا يمكن وانا بتكلم مع اللعيبه قلت لهم احنا عندنا 5 مباريات ب 15 بونت، احنا هنلعب على 15 بونت وعاوزين نجيب ال 15 بونت. احنا على فكره في لعيبه مهاريه ولعيبه على مستوى عالي جدا، مواهب في صحيح. مواهب على مستوى عالي جدا، بس هي العمليه محتاجه شويه تنظيم ليهم الحقيقه. واعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله. مش علاني يا كابتن رمضان، يعني والله الامور صعبه، هي الامور صعبه بس ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه دي وخلال حتى يمكن الثلاث وحدات تمرين اللي احنا اشتغلناهم، لا في مواهب على مستوى عالي جدا نقدر ان احنا نعمل بيهم حاجه ان شاء الله. يا رب نحب نشوف النجوم تاني موجود في الدوري المصري الممتاز. طيب في بداية الحلقة النهاردة كنت بتكلم في موضوع وعملت أكتر من مداخلة في هذا الأمر، موضوع إلغاء الدوري. كل شوية حد يقول لك تعالى نلغي الدوري، نادي يطلع يقول لك تعالى نلغي الدوري. الأمور دي طبيعية؟ الأمور دي منطقية؟ الأمور دي تصح؟ هل طبيعي إن أنت ممكن تلغي الدوري؟ هل أنت كنادي في الدرجة الثانية وأنت نفسك تصعد للدوري الممتاز تلاقي نفسك مش موجود في الدوري الممتاز عشان الدوري اتلغى؟ رأي حضرتك إيه في الموضوع؟ أنا الموضوع ده الحقيقة كريم غريب جدا. يعني ممكن يتعرض من حد خارج اتحاد الكورة، مقبول حد من خارج اتحاد الكوره، لكن انت بتعمل اجتماع للانديه وتقول لهم ايه رايكم في الغاء الدوري؟ يعني ايه ده؟ انا ما شفتهاش دي قبل كده. يعني هو بص كابتن رمضان عشان ابقى امين معاك، هو اتحاد الكوره لم يطرح هذا الامر مباشره، ولكن الموضوع كله من بعض الانديه يطلع في الاعلام يقول لك احنا هنقترح مع اتحاد الكوره، احنا قعدنا مع اتحاد الكوره، احنا بنتكلم مع اتحاد الكوره على الغاء الدوري. انا اقصد انا لا عايز احمل اتحاد الكوره ممكن يبقى عنده جزء من الخطا، ولا عايز احمل انديه الخطا كله، بس انا عايز اسالك على الفكره نفسها ومناقشه الموضوع دوت. برضو اتحاد الكوره بيتحكم فيه طبعا. انا النهارده ما اسمحش ان حد يجي يقول لي فكره ان انا بلغي الدوري. هو كابتن احمد قال برضو ان الموضوع ده مش مطروح بصراحه عشان ابقى يعني ما يتناقشش كمان الحقيقه صحيح. لانك انت طب انا اقول لك حاجه يا كريم، لو انت ناقشته ما في 10 فرق بيصارعوا هبوط ماشي، وفي مثلا فرقتين بينافسوا على البطوله طب ما الباقي ده كله عاوز يلغي صح، كل بقيت بقى 16 فرقه عاوزين يلغوا طب وده كلام؟ لا، الموضوع ده ما يتناقشش، والموضوع ده اساسا انت عشان الموسم ما يكتملش او دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، بس مش ليها حاجات بسيطه، مشكله كبيره. ليه بقى مشكله كبيره؟ انا بحاول اشرح للناس من اول حلقه يا جماعه عشان الغاء الدوري مش حاجه سهله، الناس تتصور يلغي الدوري ويعمل واحد جديد وخلاص. انت النهارده هتلغي الدوري، مين هيمثلك في افريقيا؟ صحيح. مين هيمثلك في دوري ابطال؟ مين هيمثلك في الكونفدراليه؟ دي ودي حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. هتعمل ايه في الفرق الصاعده؟ الفرق الصاعده هتطلعهم ايه؟ هتعمل مجموعتين؟ طب يعني انت هتعمل مجموعتين يبقى انت بتأخر الكرة مثلا 10 سنين صح، او تقول مثلا مش هطلعهم واسيبهم تاني بعد ما كسبوا، يعني الفرق دي تتعب وتصرف وكده وما صعدهاش صحيح. فالموضوع ده الطبيعي في اي حته في العالم ما يتناقش صحيح مهما كانت الظروف. انت النهارده ما الكورونا دي مش عندنا احنا بس، ما الكورونا عند في العالم كله وكل الدوريات العالميه اكتملت، ده العادي اللي هو اكتمل طبعا ما اكتملت والناس اللي خدت البطوله والناس اللي نزلت ونيجي احنا لسه نقول احنا عايزين نلغي ولا نكمل احنا يعني. المناقشه نفسها في حد ذاتها صحيح، انا بعتبرها عيب يعني. وفكره الغاء او ما يبقاش في مباريات او في مسابقات يا كابتن رمضان وحضرتك يعني عايشت هذا الامر،
ساعه كورونا السنه طبعا اللي فاتت طبعا مدربين ما بيشتغلوش، لاعبين ما يلعبوش، مستحقات متاخره، دي مشكله كبيره جدا اقتصاديه كمان طبعا. لانك انت النهارده شوف يعني في ملايين طبعا بيشتغلوا في المجال، مجال كره القدم مظبوط، مش حكايه اللعيبه بس او حكايه الاجهزه الفنيه بس او حكايه عمال غرف الملابس ده نفسه. كله صحيح. كله صحيح. يعني ناس كتيره جدا الحقيقه، هي انا مش عارف هم التفكير بيجي ازاي وخلصنا يعني القصه دي كانت قديمه قوي كل شويه كل سنه نلغي الدوري كل سنه لازم تلاقي يعني حد طالع يقول لك عايزين نلغي الدوري. انا بقول طبعا المهندس احمد مجاهد يعني ارجو ان ده ما يتناقش تاني، هو بصراحه قفلها يعني ما حدش يكلمني، ما حدش مطروح. طبعا ما نخشش في نقاش خالص صحيح. في الموضوع دوت صحيح. طيب اسالك بقى على النادي الاهلي. النادي الاهلي بطولات بالجمله في الفتره الاخيره، موسيماني بيحقق بطولات ونتائج كويسه، ورغم كده تلاقي حتى يقول لك ايه بس موسيماني مش مدرب الاهلي، موسيماني مش مدرب كويس، موسيماني عنده مشاكل. انت رايك في مستوى النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ايه اللي ناقص النادي الاهلي، ايه المميز في النادي الاهلي، ايه المميز في موسيماني، وايه اللي ناقص موسيماني؟ طيب هقول لك حاجه كريم. اتفضل. انت النهارده لما بتيجي كمجلس اداره بتتعاقد مع مدير فني بتقول له والله ان انا عايز منك مثلا، انا داخل في الدوري عايز مسابقه الدوري وعايز مسابقه الكاس وعاوز دوري الابطال وعاوز كاس سوبر كاس مصر كاس عالم الانديه. طب الراجل كل البطولات اللي دخل فيها اللي شارك فيها حصل عليها صحيح. طب انت عاوز ايه من المدرب؟ طب انا هقول لك حاجه، تعالى النهارده خلي موسيماني ده يعني يلعب الكوره اللي هي البرازيليه، وكرة اللي فيها متعة، وكرة اللي فيها الريتم السريع، والحاجات الحقيقة صن داونز من الفرق الكبيرة جدا اللي هو كان ماسكها طبعا، كان عامل أداء رائع. كان عامل أداء رائع صح. وكنت ما بتحققش نتائج، ده الدنيا هتتقلب يعني، ولا حد حتى هيجي يقولك لا والله ده النادي الأهلي بيقدم كرة على مستوى عالي وكرة أوروبية وكرة برازيلية، ولا حد يقول الكلام دوت صحيح. هيقول لك انت خسرت، وبيبقى فيه طبعا بقى بتلغي التعاقد، ولو انت في الوقت ده عاوز تهاجم تهاجم صحيح، ويبقى عندك حق انك تهاجم. لكن انا بقول لجمهور النادي الاهلي، انتوا النهارده او السوشيال ميديا الحقيقه، لان السوشيال ميديا بقت مؤثره بشكل كبير جدا جدا في كل حاجه. انت جبت الكبد الحقيقي. طبعا يعني للاسف الشديد انا اقول لك حاجه، ايام ما كان في 100,000 بيحضروا الاستاد ما كانوش مؤثرين زي دلوقتي. دلوقتي الامور صعبه جدا. بقول لهم بس الحقيقه جمهور السوشيال ميديا، طب انتوا عايزين ايه يعني؟ انتوا عايزين ايه؟ او بصراحه برضو مش كل جمهور الاهلي ولا جمهور كل جمهور السوشيال ميديا، في جمهور جزء طبعا جزء واضح، في جمهور كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عارف ان حظ البطولات ده هو ده اللي بيتحسب بالظبط كده. انت النهارده بطل القرن ازاي؟ يعني انت نادي القرن ازاي؟ بالبطولات اللي انت حصلت عليها صحيح. انت النهارده مثلا بتعمل مثلا 42 بطوله دوري ازاي؟ من البطولات صح. عدد البطولات صح. مش هتيجي هقول لك حاجه، في مباريات كتيره جدا النادي الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض، تلاقي النادي الاهلي بيقدم عرض قوي جدا وعرض جميل وفي متعه وكل حاجه ويخسر المباراه، والعكس صحيح صح. والعكس صحيح، الزمالك التاريخ بيشيل النتيجه، ما بيشيلش النتيجه الأهل. ما بيقولكش فاكر سنه 67 النادي الاهلي قدم عرض قوي وعرض برازيلي مثلا، ولا نادي الزمالك قدم عرض صح. برازيلي، ولا حد بيفتكر الكلام ده صحيح. انا خلاص بعد البطولات اللي النادي الاهلي بيحصل عليها او نادي الزمالك بيحصل مظبوط. عليها مظبوط، فالاداء مش مشكله. ده طبعا. طيب الاداء بقى انت راضي عنه؟ طب لو مش راضي عنه ايه اللي ناقص في الاهلي عشان يقدموا كمان كره ممتعه؟ بص انا هقول لك حاجه كريم، انا في رايي الفتره اللي فاتت غياب علي معلول اثر بشكل كبير جدا صحيح. علي معلول مش باك ليفت او بيعمل المركز بتاعه بس، علي معلول انا في رايي بيروح ل 70% من اداء الاهلي الهجومي، بيعمل لك الجبهه الشمال دي بيعرف يشتغل فيها بشكل، يعمل لك شغل جماعي فيها، ازاي بيسند على الهاف، ازاي بيطلع بيشتغل يربط مع راس الحربه، ازاي هو بيوصل يعني. لما كان موجود حتى ومع اجاييه او اي حد بيلعب جنب علي معلول الحقيقه بيعرفوا يعملوا جبهه يعني، ونوصل لجماليات كمان يعني اداء النادي الاهلي. الناس اللي هم الحقيقه زعلانين النادي الاهلي ما فيهوش دلوقتي جماليات، انا في رايي غياب علي معلول مؤثر بشكل كبير جدا جدا في الحته دي بالذات. طيب الناحيه الثانيه، غياب محمد هاني بقى عن مواجهتين الترجي، خلاص تاكد انه هيغيب عن مواجهتين الترجي في سيمي فاينال دوري ابطال، غياب محمد هاني غيابه مؤثر نفس تاثير علي معلول، وازاي ممكن يتم تعويض محمد هاني في المباراه؟ هو غيابه مؤثر
على اساس ان البديل بعيد يعني بعيد فنيا الحقيقه. يعني انا الكام مباراه اللي لعب فيهم بيكهام ناحيه اليمين الباك اليمين لا ما اقنعنيش خالص. يعني لا انا واحد دفاعيه يعني احنا قعدنا مثلا في مباراه الزمالك واهلي قعدنا شوط وشويه من الشوط الثاني احنا بنضرب من الحته ديت وللاسف الشديد في حاجات بتتعمل يعني لا صعبه جدا صعبه جدا جدا. هي دي او هو ده تاثير محمد هاني. لو في بديل لمحمد هاني بشكل قريب منه ما كنتش تحس فيه مشكله خالص. لكن انا بقول يعني انا بتمنى بقى من موسيماني ان فعلا ما يرجعش تاني لبيكهام لان بيكهام الحقيقه بعيد خالص. يعني اولا في بطء والنواحي الهجوميه مفيش ما بتتعملش بشكل كويس. فانا في رايي ان حسين الشحات وهو الناس بتنتقده في الفتره اللي فاتت بيعمل الواجب الدفاعي بشكل كويس قوي وهو كمان في المقصه عمل مباريات كتيره جدا باك رايت. انت حضرتك شايف ان حسين الشحات يلعب باك رايت في مباراه يلعب باك رايت وانا في رايي هيعملها كويس قوي هيبقى مفتاح لعب كمان في الناحيه اليمين. الجبهه اليسرى بتاعتهم قويه جدا في الترجي مفيش مش اعلان على ما انا مش بقى له فتره ما بيلعبش. ما انا برضك في حاجه فضل. انا في حاجه اصل انا هلاعب بيكهام ما انا قلت لك ان انا بيكهام في مباراه الزمالك احنا قعدنا نتدرب من المكان ده بتاع من شرق الحقيقه حوالي مثلا 20 مره وكلها وقفات غلط وكلها يعني واحد واحد غلط. طب خلاص انا الراجل دوت لعب المكان دوت ومش ما اعتمدش بقى ان انا النواحي الدفاعيه الفرديه لا انا اعتمد على النواحي الجماعيه الدفاعيه. يعني الجنب اليمين ده كله بيعمل الواجب الدفاعي مع بعض ازاي بيضغط وازاي الجنب الثاني بيرحل والحاجات دي كلها. تقصد حضرتك عشان انا بحب حضرتك جدا وانت بتتكلمي في تفاصيل فنيه عشان الناس كمان تفهمها وتبقى كويس. تقصد ان حسين الشحات الراجل اللي في النص هيخش يدافع معاه ناحيه اليمين الراجل المساكي بقى قريب منه بالظبط الجناح يعني بالزبط. هيبقى حسين مع السردباك اللي تحتيه مع تعالى نديها بالمثال اليو ديانج حسين واليو ديانج مع لو بتلعب بدري بانون لا بدري من يعني بدري بانون والجناح بتكلم على الجناح خلاص كل الجنب ده يقوم بالواجبات الدفاعيه كمجموعه صلاح محسن او طاهر كمجموعه بالظبط طاهر او صلاح سي لكن ان انا النهارده لو ما سيبش حسين الشحات لوحده ما طبعا 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 وهتلاقيها ايه هتلاقي حسين الشحات داخل جوه المجموعه دي وبيقفلوها دفاعيا وفي نفس الوقت هو بيعرف يتنقل في التلت الهجومي بشكل كويس قوي ويعرف يشتغل في التلت الهجومي بشكل كويس قوي. عظيم. لكن الحقيقه انا في رايي ويمكن ممكن بيكهام يزعل مني ولا حاجه لكن انا بقول ان هو مش في حاله اللي هو يبدا فيها. طيب الناحيه الثانيه قفشه يعني في محاولات انه يلحق بالمواجهه الاولى مواجهه الترجي الاولى مواجهه الذهاب لسه الاصابه برده هيقعد اسبوعين ما بيتدربش. لو يبقى في بديل لقفشه شايف مين ممكن يكون مكان قفشه؟ هو الحقيقه يعني انت بتتكلم برضه في مراكز الحقيقه صعبه جدا. قفشه من افضل لعيبه مصر طبعا في الفتره اللي فاتت وهو بيتحكم في ريتم النادي الاهلي. يعني انت النهارده لما بتيجي تتكلم على الاستحواذ قفشه رقم واحد هو اللي بيعمل لك الاستحواذ في اذا كان التلت الوسطاني او التلت الهجومي. عنصر مؤثر جدا جدا وما اعتقدش ان اي حد قريب من قفشه. يعني ناصر حتى لما خد الحقيقه ورغم ان هو كان عامل تفوق كبير جدا جدا وهو موجود في سموحه اعتقد برضك لا مش هو ده اداء ناصر اللي كان بيشتغل فيه في سموحه وفي نفس الوقت مش قريب من قفشه. فانا في رايي ان قفشه بالذات هيعمل مشكله لو ما لعبش هيعمل مشكله لاداء النادي الاهلي. لاداء النادي الاهلي مع بيتش موسيماني طبعا طبعا صحيح. لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن رمضان السيد هذا الحوار الممتع جدا كالعاده. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. هذا الحوار استمتع به دائما بشكل شخصي وبشكل مهني مع الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد واحد من نجوم الكره المصريه الكبار. كابتن رمضان قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاهلي ممكن يلعب ازاي طريقه لعب الاهلي قدام الترجي ايه قلت لي كمان على مرونه خططيه ممكن موسيماني يشتغل بيها في هذه المباراه. صح انا قبل الحقيقه ما نطلع فاصل كنا بنتكلم ان البديل لمحمد هاني بعيد فانا ممكن حسين الشحات يشتغل في المكان ده ويبقى بلعب بثلاثه تحت بلعب ببدر بانون
وبلعب بياسر ناحيه اليمين بيقفل ورا حسين الشحات ويبقى الجنب ده بيشتغل دفاعيا بشكل كويس قوي وحسين الشحات مؤمن. وفي نفس الوقت انت عندك ناحيه الشمال علي معلول اللي هو مفتاح لعب كبير جدا وبيتامنه بايمن اشرف. حضرتك دلوقتي بتقول لي نلعب 3-5-2 بالظبط. طيب تعال نكمل التشكيله حضرتك دلوقتي لو اعتبرنا بس ان الشناوي وياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف علي معلول علي معلول وحسين الشحات تمام وفي الثلاثه انت بتحرر حسين الشحات وبتحرر علي معلول تمام هيعملوا لك يعني زي اجنحه بالظبط عظيم والاثنين عندهم دي يعني الاثنين عندهم دي تتعمل بشكل كويس قوي. انا بتخيل الفكره والتصور عظيم يا كابتن رمضان تصور عظيم. اللي وصل الملعب اليو ديانجي والسوليه وقفشه ربنا يسهل ان شاء الله ويرجع شاء الله. ويبقى عندك الاثنين اللي فوق لازم يكونوا مميزين بعنصر السرعه اللي هو محمد شريف وصلاح محسن. الاثنين عندهم حته التحرك في المساحات حاجه قويه جدا جدا وفي نفس الوقت عندهم مواقف واحد ضد واحد بالسرعه بعنصر السرعه بيعرفوا ياخدوه بشكل كويس قوي وهيعرفوا يربطوا مع علي معلول وهو جاي لهم من تحت او مع قفشه وهو جاي لهم من تحت او مع حسين الشحات وهو جاي من تحت. اعتقد ان انت كده مؤمن دفاعيا وفي نفس الوقت انت كمان عندك حسين الشحات وعلي معلول جناحين على مستوى عالي جدا جدا وحررتهم شويه يعني انت مأمنهم صحيح. من تحت الحقيقه بياسر ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال وفي نفس الوقت انت كمان مأمنهم باليو ديانج والسوليه يبقى انت بتعمل جبهتين الجبهه اليمين اللي فيها هيبقى حسين الشحات بياسر باليو ديانج الحقيقه دي هتعمل لك الحقيقه الحتتين هتامن نواحي دفاعيه في الجناب بشكل كويس قوي وانت كمان هيبقى عندك حريه لحسين الشحات وعندك حريه او تحرر لعلي معلول وهتعمل بيهم كره هجوميه على مستوى عالي جدا جدا وهتستفيد بعنصر السرعه اللي عند محمد شريف وعند صلاح محسن. طرح عظيم يا كابتن رمضان يعني كابتن رمضان دلوقتي طرح فكره يمكن ما جاتش في بالنا شويه او كنا بنتفرج على الاهلي طول الوقت بيلعب باربعه. هو كابتن رمضان دلوقتي بيتكلم انه امكانيات النادي الاهلي تسمح له حاليا انه يلعب بثلاث مدافعين طريقه بقى تتحول 3-5-2 5-3-2 3-4-3 بس فكره الثلاث مدافعين دي بقى لنا كتير حتى ما شفناهاش في الكره المصريه تحديدا في الاهلي والاهلي انجازاته العظيمه كان بثلاثه انجازاته العظيمه مستر مانويل جوزيه كان على طول بثلاثه كانت انجازات عظيمه. الكابتن حسن شحاته اخذ 2006 و2008 و2010 وهو بيلعب ثلاثه عظيم جدا. طيب عايز ابعد عن الاهلي شويه واسالك بقى على الدوري الممتاز بشكل عام. الفريق اللي لفت نظرك السنه دي قوي شايف انه بيقدم اداء كويس وشايف انه ماشي بشكل كويس في الدوري. انا شايف المصري رغم ان هو بيخرج من الكاس وعلي ماهر الحقيقه بيتعرض لانتقادات وكده لكن هو ما عاملين موسم رائع الحقيقه. صحيح. يعني لازم الناس بدل ما مباراه الكوس خلي بالك يعني في اغلب دوريات العالم طبعا فيها دي ريال مدريد بيخرج من فرقه درجه ثالثه طبعا عادي في مسابقه الكاس طبعا فما تجيش بقى تقوم ماسح كل الانجاز اللي اتعمل في الفتره اللي فاتت دي في مسابقه الدوري والشكل القوي جدا. لو انت لو بتقول مثلا افضل مباراه في الدوري لغايه دلوقتي اقول لك الزمالك والمصري طبعا يعني طب انت ليه تلغي كل ده وتبتدي بس تفكر انت خرجت من مسابقه الكاس. مين اللاعب اللي لفت نظرك برضو السنه دي قوي؟ اللاعب اللي مستواه بالنسبه لك كان مفاجئ بالشكل الكويس يعني. محمد شريف طبعا. محمد شريف انا بعتبره افضل مهاجم موجود في مصر حاليا دلوقتي وحاجه كمان مش بقى مهاجم سوبر في مصر يا توصف في الدوري المصري ولا مهاجم مصري بشكل عام؟ في مصر مهاجم مصري في مصر يعني افضل مهاجم في يعني انت لو بتيجي بتقول منتخب مصر. محمد شريف لازم يبقى رقم واحد قبل مصطفى محمد؟ قبل مصطفى محمد لاني انا مش هقولها لك يعني عشان اهلي وزمالك لا كوره طبعا لا يا كابتن رمضان هقولها لك كوره. انت النهارده مصطفى محمد وهو بيلعب انت لازم تغير طريقه لعبك كمنتخب مصر لازم يبقى في كرات عرضيه كتير قوي اعتماد على كرات عرضيه كتير قوي حته الاختراقات دي مش هتلاقيها حته المسانده اللي المفروض الناس اللي جايه من تحت بيسندوا على راس الحربه برضو دي مش موجوده بشكل عالي عند مصطفى محمد. مصطفى محمد كل تميزه ان هو الكرات العرضيه بيتعامل معاها بشكل مميز جدا 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 او ان هو بيسدد. لكن الثاني الحقيقه محمد شريف عنده اولا عنده عنصر سرعه
وعنصر سرعه يعني واضح بشكل مميز جدا جدا. والحاجه الثانيه هو محطه لعب كمان تعرف تسند عليه وتشتغل معاه من الناس اللي جايه من تحت الحقيقه. وفي نفس الوقت عنده موقف واحد ضد واحد. صحيح. واحد ضد واحد. محمد شريف طبعا بيعمله. مين المدرب اللي لفت نظرك السنه دي برضه في الدوري الممتاز؟ يعني اداؤه عاجبك؟ يعني زي ما قلت الحقيقه ان النادي المصري من الانديه اللي الحقيقه عامله موسم كويس. انا بقول علي ماهر عامل موسم كويس قوي. بس بتمنى من ربنا ان الناس ما تاخدش الحقيقه خروجهم من الكاس وتلغي الحقيقه المجهود اللي اتعمل في خلال مباراه الدوري. صحيح. تعالوا نروح لسؤالنا النهارده على السوشيال ميديا. كان رايك مين او الفريق اللي ممكن يروح له زين الدين زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟ وهرجع بالسؤال طبعا للكابتن الكبير كابتن رمضان السيد. اشوف اجابات حضراتكم الاول ونبدا من عند محمد صلاح. انا في رايي زيدان لازم يمسك منتخب فرنسا عشان في فرنسا لعيبه كتير قويه ورائعه وهيقدر يحقق كاس العالم وبطوله اوروبا مع الجيل الجامد ده. محمد حماده بيقول زيدان محتاج وقت للراحه قبل اتخاذ قرار بتدريب اي فريق اخر. رايك ايه؟ رايي هو طبعا انا كنت بقول ايه ان اليوفنتوس لو فاضي، لكن اليوفنتوس خلاص جاب ماسيميليانو أليجري. جاب خلاص أليجري مدرب محترم طبعا. بالظبط. مدرب كبير جدا وعنده طبعًا خبرات وكمان هيعرف يتعامل ازاي مع لعيبه اليوفنتوس. ممكن منتخب فرنسا في المستقبل طبعا. انا بقول ان افضل حاجه لزيدان الحقيقه منتخب فرنسا بعد بطوله اوروبا اللي هي بتتلعب حاليا دلوقتي. واعتقد ان زيدان هيعمل نقله لمنتخب فرنسا لو حصل. لو حصل طبعا. كابتن رمضان سيد انا حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا دايما بتشرفني وبتنورني وبتمنى لك التوفيق مع فريق النجوم ان شاء الله تعدي المرحله الصعبه دي وانا واثق فيك. شكرا يا كريم. الله يخليك. الله يخليك يا كريم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من بي اون تايم. اشوفكم يا رب على الف خير.